قوم نوح وقوم فرعون وهامان أهلكهم الله بالغرق لأنهم ارتكبوا المعاصي فاستحقوا لهذا العذاب. والله دائما يقول في القرآن وما ظلمهم الله. ربنا سبحانه وتعالى كما قال في عاد: أهلكوا بريح صرصر عاتية. ما معنى صرصر؟ يعني لها صوت باردة شديدة البرد بالغة القسوة عليهم. ولذا ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم ذكر لنا العذاب السابق لأجل نعتبر، كما أخبر الله عز وجل: فكلاً أخذنا بذنبه. قوم لوط، ما هو العذاب الذي أرسله الله إليهم؟ أرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود، حجارة من السماء من سجيل منضود. أيضاً قوم صالح، قوم شعيب، قبيلة كاملة، ما هو عذابهم؟ صيحة، صيحة واحدة أهلكتهم، نسأل الله العافية. قارون الذي كان يفتخر بأمواله خسف الله به وبداره الأرض. قوم نوح وقوم فرعون وهامان أهلكهم الله بالغرق لأنهم ارتكبوا المعاصي فاستحقوا لهذا العذاب. والله دائما يقول في القرآن وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. فيا إخوان، الأمراض والمعاصي كلها سبب الشقاء. الأمراض كلما كثرت المعاصي كثرت الأمراض، فالعلاج هو العودة إلى الله عز وجل. فإن عشت تعيش بخير، وإن مت تموت بخير، فهو العلاج، هو الذي ينفعك من هذه الأمراض ومن الحروب. لأن المعاصي يا إخوان مشؤومة، المعاصي معصية الله ومعصية الرسول فيها شؤم، نسأل الله العافية. انظروا إلى آدم عليه السلام، خرج من الجنة بسبب معصية. الشيطان عدوكم الذي يطيعه كثير من الناس الآن، نسأل الله العافية، وهو عدونا، هذا الشيطان طرد بسبب أنه امتنع من أمر الله عز وجل. اسجد، قال ما أسجد. ولذا يجب أن نعرف قدر نعمة الله، ونعرف أيضا عظمته، ونخشى بطشه، ونخاف منه، وهو على كل شيء قدير. هو ناصرنا إذا أطعنا الله، هو ناصرنا سواء في الدنيا والآخرة. ولذا قال تعالى والعاقبة للمتقين، هو على كل شيء قدير. انظروا يا إخوان إلى قوة الله عز وجل. هذا أبرهة الذي جاء يريد أن يهدم الكعبة، كل القبائل التي يمر عليها من اليمن حتى وصل إلى مكة تعترضه ويهزمها من قوة الجيش الذي معه. لكنه لما جاء هنا مكة، ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليه طيور أهلكته هو وجيشه، كما قال تعالى في سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالمهم نعتبر يا إخوان، نعتبر ونتعظ ونعمل صالحاً.